معركة بلا سلاح، هكذا توصف لعبة الشطرنج التي يخوضها فتية من مختلف المحافظات المحررة. وكأن انتهاء الحرب الفرصة الوحيدة ليتحول الصراع سلميا تحكمه الأخلاق الرياضية، وهو ما أتاحته بطولة الألعاب الوطنية للناشئين في دورتها الأولى والمقامة في محافظات عدن ولحج وحضرموت. إن مشاركة هذه الشريحة من الناشئين في الدورة الوطنية للألعاب الرياضية تعتبر فاتحة للناشئين لعام 2017، تعتبر هي بها كرة يعني بناء الرياضة اليمنية، كل الألعاب الرياضية. وتواجدنا افتتاح الشطرنج والاهتمام بهذه اللعبة والشريحة يعني تعلن الوزارة إن أمام مستقبل واعد بالعطاء. إحدى عشرة لعبة فردية وجماعية تشارك فيها منتخبات المحافظات لفئة الناشئين، وفي كل حفل افتتاح إحدى الألعاب تتجسد لوحات غابت كثيرا عن ملاعب عدن، تمتزج فيها موسيقى الفرق النحاسية وفرق الكشافة ذات التاريخ العريق والمغيبة عن النشء والشباب لسنوات طويلة. ثم تبدأ المباريات بتنافس لا خاسر فيه سوى من لم يستطع المشاركة، ويستمر التنافس المحموم بين مختلف الفرق الرياضية في أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المناطق المحررة. وبانتظار 5 ديسمبر ستتضح هوية الفرق المتنافسة على المراكز الأولى في هذه البطولة. ولأن الملاعب الكبرى مغلقة لدمار حل بها أو عسكريون يقيمون فيها، فقد احتضنت ملاعب وصالات الأندية العريقة مختلف المباريات لتسجل فيها أهداف تهز الشباك تارة وأهداف أخرى في مرمى المستقبل الذي لن يشب بغير هؤلاء الناشئين. لا يمكن تنشط الرياضة فقط مركزيا إذا لا توجد نشاط فعلي على الأرض من خلال الأندية نفسها. هذه النواة إذا تم الاهتمام بها والعناية بها ستخلق لنا في المستقبل إن شاء الله لاعبين دوليين وعالميين. وبعيدا عن الأجواء الحماسية والاحتفالية، فإن الرياضة تثبت في هكذا بطولات أنها ليست بالترف كما يروج بضغط من وطأة التدهور الاقتصادي، فكثير من هؤلاء اللاعبين يشاركون لأول مرة دون أن يحصلوا على الإعداد اللازم ولا الدعم الذي يضيع في فساد المؤسسات الرياضية وإداراتها البعيدة عن الرقابة والمحاسبة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.